أذكر في أحد المرات كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه طالما رب العالمين كفل للمظلوم حق الدعاء، وذكر إنه لا يوجد حجاب بين دعوة المظلوم، يعني لا يوجد حجاب بينها وبين الله سبحانه وتعالى، فبالتالي يحق للمظلوم طالما شعر إنه هو إنسان مظلوم ألا يسامح وأن يدعو في بعض الأحيان على الشخص الظالم وما إلى ذلك. المهم لما أنا كتبت هذا الشيء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وللأمانة لا أخفيكم كان بناء على موقف أنا شعرت أني أنا ظلمت فيه، وحقيقة حتى هذه اللحظة لم أسامح على ذاك الموقف، لأنه في نهاية الأمر يعني ليش أسامح؟ أنا انظلمت يعني، والشخص الظالم مش غير مرتدع يعني، فليه أسامحه؟ ليه أعطيه هذا الكريدت؟ هاي وجهة نظري. الفكرة مو هون، الفكرة أنه شوفوا الكم الهائل من التعليقات المثالية اللي وصلتني من كثير من الناس، انه لا العفو عند المقدره، ولا بد انه نسامح، وانه المسامحه لها علاقه بالقلب الابيض. البعض قد يقول انه لا انت ممكن تكوني انسانه حقوده وبالتالي لازم ترصدي نفسك وما الى ذلك. وحقيقه انا يعني في ذاك الوقت مليت وانا بحاول اناقش الناس انه في نهايه الامر طالما رب العالمين كفل للظالم للمظلوم حق الدعاء، فبالتالي يعني ما تزاودوا على الإنسان. أنت ممكن تسامح بمواقف معينة، لكن ممكن غيرك ما يسامح، والحقين يعني الأمرين حقوق مشروعة. إذا أنت سامحت كان بها، إذا هذا الشخص ما سامح كان بها. هلا ما بعرف أنتم من واقع تجاربكم شو بتشوفوا يعني. بصي، هو أجمل ما قلتي اللي هي فكرة القدرة، وهي القدرة على أن الإنسان يسامح أو لا، دي راجعة لقدراته الشخصية، ولا تعيبه أبداً إنه هو هيصل لهذه المرحلة إذا ظلم أو وقع عليه إساءة ما أو غيره. لكن إحنا هنتوقف عند علماء الأخلاق لما بيتحدثوا في هذه الجزئية وهذه التفصيلية، مش بيقولوا أنت لما بتسامح بتخدم غيرك أو بتخدم اللي أنت سامحته، ده أنت لما بتسامح بتخدم نفسك. ده حقيقة حقيقة جدا جدا جدا، أن أنت فكرة أن إحنا ما بنسامحش بيبقى عندنا إحساس آخر اللي هو الانتقام، تبقى عايزة يحس نفس اللي هو حسسك بيه، نفس الأذى اللي وقع عليك منه يا رب هو كمان يحس، صح ولا لا؟ حتى في دعائنا دائماً. يعني بتاخد مسار بيقولوا علماء الأخلاق إن هي بتبقى الإيجو من الذات السفلى وليست من الذات العليا، بيطلع موضوع الانتقام، فبتبقى طول الوقت أخدى من طاقتك ومن تفكيرك ومن إحساسك ومن الحيز اللي مفروض يكون ملكك الشخصي وتنجحي بيه وتتطوري بيه وتفكري بيه لحياتك المستقبلية، في ان انت متوقفة عند هذا الفعل واقفة لسه. هو طب ايه اللي جراله؟ هو ربنا انتقم منه؟ طب ايه اللي حصل؟ وبتفضلي تتتبعيه عشان يحدث عندك الاحساس بتاع الرضا ان خلاص ربنا انتقم لك منه. بس هنا اخدتي كام من الوقت، كام من التفكير، كام من زي ما قلنا طاقتك ومن حياتك؟ كتير جدا جدا. في مسار آخر وعلماء الأخلاق برضو بيتحدثوا فيه، اللي هو اللي بينتج من الذات العليا، اللي هي فكرة أنا هتركه بس هشوف إيه النواقص اللي حصلت تسببت لي في هذا الأذى. ساعات كده بينور في حياتنا حاجات ويكون سببها مشكلة، فكتير بنلاقي على السوشيال ميديا أشكر الظروف اللي خلتني يحصل معايا كده، أشكر الشخص اللي في يوم من الأيام ضايقني وزعلني وجاء عليا، بس على فكرة أنا من الوقت ده تيقظت جدا جدا لحياتي وبدأت أكون شخص آخر، وهكذا من أمور. فهو المسار ده هو المسار الأمثل اللي هنطلع بيه من فكرة المشكلة. ويمكن كتير ديننا بقى وقرآننا بقى وإحساسنا بقى بالقرآن لما يقولوا إن تعفوا وتصفحوا فهو خير، يبقى في كل الحالات ربنا سبحانه حتى لما جه الكافر يستجيرك أجره حتى يسمع كلام الله، وربنا سبحانه وتعالى في الآية قال ما قالش ثم أبلغه مأمنة إذا آمن، لا هو قال ثم أبلغه مأمنة حتى لو ما أمنش، هو سمع كلام الله وهو له مطلق الحرية بعد كده. إذن دي يعني تسامح كبير جدا جدا في العقيدة، في تسامح في الفكر، في تسامح في السياسة، في تسامح في الجزء الاجتماعي بتاعنا وحياتنا الاجتماعية، وهكذا التسامح في كل شيء حوالينا الحقيقة بيطفي نوع كده من السلام، وأكيد أنتم متفقين معي في النقطة دي. أنا حرجع لك بقى ممكن كلامك عن التسامح والحياة رح تمشي هي تجارب، يعني مثل ما قلتي أحيانا كتير من الأشخاص بقول أنا بشكر فلان أنه عمل معي هذا الموقف لأنه أنا تعلمت. طبعا
انت عم تتعلم بالظروف بالمواقف اللي عم تمر فيه معك، يعني قد يكون بموقف انظلمت فيه او تجارب، هي بالاخير تجارب حياة. ولو سألنا الان كل واحدة فينا عندها قصص كثيرة من سنوات، وخاصة النساء، يعني ما تسألي المظالم عندهم يعني كثير لكن يعني نحن اذا بنوقفنا عند الظلم، يعني كلمة ظلم قد تكون بأمور يعني مصير حياة، وقد تكون بموقف. فدائما أنا لما أظلم أول نقطة أقف يعني عند تساؤل، من هو الشخص الذي ظلمني؟ هل هو شخص يعني فينا نقول إنه هو شخص جيد، إنسان محترم، لكن ذل أخطأ، نعم. هل ممكن هذا ممكن أسامحه؟ لأنه كلنا يعني كل بني آدم خطاء، وكلنا ممكن نخطأ، لكن لما بيكون هذا الشخص هو إنسان سلبي يتقصد بكل مرة يكرر نفس الأسلوب ونفس التعامل، فهون أنا حأقف تماما، أنا ما رح سامح، لأنه أنا حبعطيه فرصة أنه يتعدى على حقوقي، يتعدى على شخصيتي، يؤذيني، يعني أصبحت علاقة سامة بالنسبة إلي. فأنا لابد هون التسامح غلط، هون التسامح قد يعطيه ضوء أخضر أنه هو يتمادى أو أنه يستمر. لا، أنا هون إما يعني هذا الشخص أجعل له حدود، هذا الكلام أنا بسئلي، هذا الكلام كذا، وإلا ما كان في إصلاح، يعني ما كان في عندي فرصة أني أتعايش مع هذا الشخص بطريقة اللي أنا بشوفها مناسبة أو ما بتأذيني، وإلا أجعل دائما مسافة أمان واسعة جدا، أو ممكن قطع العلاقات، هي بسموها العلاقات السامة. لكن مسألة الظلم، يعني دائما الآية، كم من الآيات، كم من الأحاديث، يعني الظلم ظلمات. الله عز وجل عندما قال يا بني آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، يعني خاصة نحن ممكن نخطئ. هذا الخطأ الإنسان اللي بيحقد أحيانا كتير بتقولي طب يعني ليش فلان قلبه حقود، يعني الموقف ما له مستاهل. طبعا لما في مواقف طبيعية الإنسان بده يمرقها بده يتسامح فيها، لكن لما بيكون في ظلم أكل حقي. أنا واحدة من الأمهات كانت عم تحكي معي، هي من الأخوات، يعني قالت لي أنا غير قادرة أني سامح أخي، أنا عايشة بفقر أنا وأولادي، وأخي عايش بالملايين، حرمني الميراث. فهل هون نحن بنقول أنه أنت لازم تكوني متسامحة وتعفي، تقلك أنا لما أشوف أولادي جوعانين ومحتاجين وأولاده بالرفاهية عايشين، يعني بسبب هذا الظلم صار في امتداد لحالة. تمام، أنا مو بس ظلم تعدى على الأولاد وعلى حياتهم. فهل هون هي لو سامحت، ليش أنا دائما بتقلك، أو حتى أنا ضد هاي المقولة، أنا كرمال ما أخسر أخي رح سامحه إذا كانت حقوق مالية. طب أنا ما فيني أكسب الاثنين، ما ممكن اكسب اخي واكسب اقربائي واكسب حقي. ليش دائما لازم اتنازل عن حقي لحتى اكسب؟ لا، الحق واضح وصاحب الحق صوته عالي. وانا بقول يعني ممكن اتحمست شوي للموضوع، لكن انا ضد انه انت يؤخذ حقك وانت تتفرج. في قانون تعلمته بالإدارة، وهذا أول يعني قانون دائما مزروع بمخيلتي، وأشعر أنه هو علمني بكل مجالات حياتي مو بس بالإدارة. الصلاحيات تنتزع ولا تكتسب، أنا حقي بدي أخذه. أنت إذا ما أعطيتني مكاني فأنا هأخذ هذا المكان اللي هو من حقي. صلاحيات تنتزع ولا تكتسب، قد المجتمع ما يعطيك إياها. المجتمع دائما نشوف الإنسان الساكت المتسامح، في ناس ما بتشعر بأنه لا ما في مشكلة، أنا بمشي وبتعدى على حقوقه ومستمرة. وفي ناس بتخاف من صاحب الصوت، وأنا بقول لما بيكون صاحب الحق صوته عالي والحق واضح، في أمور الحق فيها واضح يعني. أتفق معاك وفي كل اللي قلته. الحقيقة احنا لازم نحط قاعدة كده في الموضوع بتاع التسامح ده. القاعدة الرئيسية دي إن الإسلام، إحنا ديننا هو دين التسامح والعفو، وأصبح شعار الإسلام هو التسامح، وديننا هو الحنفية السامحة. في تعريف التسامح، والله يا ندى انا شاعرة بالتسامح بصوتك بطريقه كلامك. تسامح، انا كتاب بحكي عن التسامح اللي جاي ما شاء الله عنك. ربنا يبارك فيك يا رب. التسامح لما جمع عرفوه في الاصطلاح قالوا ايه؟ قالوا ان هو بذل ما لا يجب، او التغاضي عن التقصير.
طيب هو أنا ليه بعرف التسامح في الاصطلاح؟ يعني أنا مش جاي أدي درس لغة عربية، ولكن علشان ثقافة إلزامية التسامح اللي الناس بتفرضها على بعض. حلو. يعني إيه ثقافة إلزامية التسامح؟ يعني مثلا لما يبقى حد عنده مظلمة عند حد وظلمه، فتلاقي كل اللي حواليه عمالين يقوله لازم تسامح عشان خاطرنا، ده من الدين، ده انت كده، يعني انت الكسبان، وياما بيحصل ويفضلوا يضغطوا عليه يضغطوا عليه من منطلق ان ده من الدين ومن الاسلام وكلام كتير، فيبقى هو من جواه صراع، يا ربي هو انا كده وحش ولا لا. فنيجي نشوف الدين اللي هم بيتكلموا عنه، اصلا قاعدة الدين نفسه في اعتناق الاسلام ما فيهاش الجبرية، عدم الجبرية في اعتناق الاسلام، لا اكراه في الدين. فانا مش هكرهك على ان انت تدخل في الدين، فهاجي بالدين اكرهك على التسامح في حاجة معينة. فما ينفعش انا كبشر اجي للبشر اللي زيي اللي من لحم ودم زي ما بنقوله، المتأثر اللي انا ما جربتش اكون مكانه في المظلمة دي، واضغط عليه واقول له سامح 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 وانت الاحسن وانت الافضل. طبعا انا مش معنى كلامي ان انا بقول للناس مش تتسامحوا، او ان انتوا خليكوا لبكوا سودة، او مهما حصل ما مش تعفوا او كده، لا اطلاقا. ولكن الدين زي ما هو دين تسامح، هو كمان دين عدل وانصاف وعدالة، زي ما ربنا بيقول ومن عفا واصلح فاجره على الله. الله سبحانه وتعالى قال لنا كمان ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. فما ينفعش ان انا افضل اسامح مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وبلغتنا الدرجة كده وبالمصري يا فيروز، أفضل كل مرة أخد على راسي، ما أنا سمحت المرة دي وسمحت المرة اللي بعدها، وكل مرة بيختلف فيها حقي اللي أنا بسامح فيه، فبالتالي حقوقي بقت مستباحة عند الناس لأن هم تعودوا مني التسامح. صحيح. والحقيقة نقطة الحقوق دي التسامح بالذات، الله سبحانه وتعالى لأنها متعلقة بحقوق العباد يا جماعة، ودي نقطة مهمة جدا، حقوق العباد إلى الله سبحانه وتعالى لا يغفرها أبدا إلا لو العبد نفسه غفر وسامح وأعفى. فما جيش أنا أقول أنت هتبقى وحش عند ربنا أو ربنا هيزعل منك، ده إذا كان ربنا مديني الحق إنه جل علاه مش هيسامح العبد ده إلا لما أنا سامحه. فانتوا ايه يا بشر يلي بتقعدوا تضغطوا على الناس وتضايقوهم او تحسسوهم ان هم ناس وحشه وقاسيه وبعيده عن الدين، وايه القسوه دي، والرسول ما كانش بيعمل كده، وي وان انتوا تحطوهم في خانه انه ايه تصنيف مباشر. انا خلاص هسامح. انا بكرر برضو علشان الكلام ما يتاخدش في نقطه في محمل تاني، ان احنا بنقول الناس مش تسامحوا، لكن لا، اوزن الموضوع التسامح ده بميزان العقل والمنطق. اللي انا اللي اتغلط فيا ده ينفع اعديه؟ يعني حتى الخبراء النفسيين لما كانوا بيتكلموا مع الناس اللي اتعرضوا لمظالم شديده جدا عشان يعدوا الازمات دي، كانوا بيقولوا لهم ايه من ضمن الخطوات يمكن نتكلم فيها قدام في باقي الحلقه؟ اقعد امسك ورقه وقلم كده واكتب اللي انت اتعرضت له المظالم دي، واقعد بالراحه وعلى رواقه وانت هادي اقراها. المظالم دي يا فلان تستاهل ان انت تقاطع؟ تستاهل ان انت لا تعفو ولا تغفر ولا تسمح، ولا تتعدى؟ تتعدى، قطع الورقة وسلام عليكم وتعامل، لكن لا ما تتعداش، كلام في عرض، كلام في شرف، كلام في حاجات كتير، سرقة، نهب، حاجات شديدة جدا. انت تقيم ده هينفع أسامح فيه ولا لأ، والقرار بيبقى في إيدك. ما ينفعش حد يدفعك دفع، الناس اللي بتبقى نيتها خير وبتصلح ذات البين أوقات بيغفلوا عن نقطة القدرات دي. قدرة ربنا ادهالي، أنا مش قادر يعني أسامح في حاجة زي كده. لما تيجي أم مثلا اتقال على بنتها كلام وحش قوي 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 ومش قادرة، فتيجي واحدة ثانية تقول لها يا ستي ما ياما حصل، وانا عارفة ان في موقف السيدة عائشة هيكون مشابه ويتقال سيدنا ابو بكر عفا عمن تكلم والامور دي هنذكرها قدام في مواقف الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كانت قدرة سيدنا ابو بكر انه يقدر يعفو ويسامح. بس انا دلوقتي قدرتي مش قادر اسامح مثلا على الف شرف وعرض بنتي، وانتي ما تحطتيش مكاني انا كأم، فما تجيش
تضايقيني وتضغطي عليا وتتهميني في الآخر إن أنا قلبي أسود، مش منطقي برضو يا جماعة، وفيها ظلم ليا. بعدين في نقطة جدا مهمة ندى، إنه مو شرط عدم المسامحة تكون مقرونة بالقلب الأسود أو الحقد أو الانتقام، يعني مو شرط إطلاقا إنه يكون في عندك حقد، ولا في شرط إنه أنت تكوني عم بتخططي لانتقام معين، لكن ببساطة شديدة ما بدي أسامح، يعني أنا ما بدي هذا الإنسان يشعر. كمان أحيانا إحنا لما منسامح منعطي ضوء أخضر مثل ما ذكرتي أستاذي غصون، إنه هذا الشخص يعيش بضمير مرتاح ويتمادى بتصرفاته ويكرر الخطأ مع الآخرين للأسف الشديد، لأنه ما في حدا في يوم من الأيام وقفه عند حده أو أقلها قال له بعينه إنه أنا مو مسامحك، إنه أنا سأدعو عليك، إنه أنا رب العالمين كفل لي هذا الحق. إحنا مجرد مرات ترى الناس بتخاف، صحيح، مجرد مرات منهدد الناس بالدعاء أو إنه أنا ببساطة شديدة ما بدي إياك أنت تعدي على الصراط المستقيم في هذا الموقف. ربما نعم يكون موقف صعب على الجميع بالتأكيد، كلياتنا يعني في نهاية الأمر سنحاسب على الكثير ولا القليل، لكن لابد إنه الإنسان الظالم يشعر حقيقة إنه في موقف عظيم رح يوقف عنده بالساعات ويتحاسب عليه، سواء في الدنيا أو في الآخرة، حتى لو أنا ما صدر مني أي فعل. فهاي نقطة أنا بحب عادة، لأنه مثل ما ذكرتي الناس بتزاود، الناس بتزاود على النفوس وبتزاود في التدين وبتزاود في يعني استغلال شريعة الله سبحانه وتعالى وبعض الآيات القرآنية، وليس استثمار حقيقة، بصير في استغلال وبتزاود أحيانا على فكرة الظالم، بتلاقيه بشرع ظلمه من خلال استخدام بعض الأمور المتعلقة بالشريعة. وللأسف الشديد هذا الشيء بيخلي كتير من الناس برضو أنه تحكي، يصير في عندها حالة من الارتباك بتقييم الشخص المقابل. وبالمناسبة من ناحية تانية، أنا بشوف في بعض المواقف عدم المسامحة لا يتعلق بالفرد نفسه وإنما يتعلق أيضا بالمجتمع، يعني بيكون من مسؤوليتك إنك ما تسامح عشان هذا الظلم لا يمتد، لأنه ممكن الظلم ببساطة يعني أحيانا بيكون فيه مثلا مواقف متعلقة بالعمل بالعائلة ببيئة مشتركة، فلما بيصدر موقف ظالم من شخص معين اتجاه الآخر، فهذا الآخر لما بيسامح هذه المواقف ستتكرر مع الآخرين. بالزبط. لا كون بالزبط. كون عندك يعني، هو طبعا الإنسان ربما مع التجربة والنضج بصير في عنده قدرة على التقييم أكثر، لكن خلي الإنسان يكون في عنده حكمة ويعرف واللي حواليه يعرفه أنه في بعض المواقف أنا ما سامحت كرمالكم، مش بس كرمالي، الموقف صح. ليس مجرد موقف شخصي، وزي ما عمل معايا هيجي يعمل معاك، لأنه مرتضعش ما لقاش أي مواجهة من الظلم اللي عمله، فبالتالي بدأ يتمادى في الموضوع. اسمح لي أنا، ده في منحنيين يجب أن نفرق بينهم وإحنا حتى بنتناقش عشان ما تدخلش المسائل في بعضها. منحنى يخص شخصيتي أنا اللي ظلمت، فما اجبرش نفسي ان انا اعيش طول الوقت زي ما مش هجبر نفسي ان انا سامح، برضو ما وقفش عند موضوع الظلم ده وعقد حياتي كلها وافضل منتظره. هو ده اللي انا قصدته في الحديث، حاجه شيء يخصني، اسمحي لي استاذ وصل، فشيء يخصني هذا المسار يجب ان هو يكون كده على جنب، اللي هو حفاظي على صحتي النفسيه حتى وان ظلمت، حتى وان اسيء الي، عشان اقدر اكمل الحياه. ده اللي انا بقوله. الجزء الاخر ان مفيش حاجه اسمها تسامح بدون شروط، حتى المجتمعات العرف نفسه بيفرض 1 2 3. فأنا زي ما قالت إسراء إن المجتمع ساعات بيحط لنفسه ضوابط، منها ضوابط أنا حسامحك إمتى ومش حسامحك إمتى. في حاجات على فكرة بتكون بسيطة جدا عند بعض المجتمعات لكنها يعني قاسمة، تستغربي هو المجتمع ده في خلل مثلا، هم ليه مكبرين الموضوع ده؟ لا هو عندهم كبير، ولذلك فكرة إن أصلها تكتب في ورقة وتقول ده هسامح فيه وده لا ممكن إسراء تسامح في شيء أنا نفسي استحالة يمر عليا، وهكذا من أمور بتختلف من شخص لشخص ومن مجتمع لمجتمع ومن فرد لفرد ومن نفس لنفس ومن قدرة لقدرة زي ما أنتوا تفضلتوا. بصدقكم كلكم، بس بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أكتر، اسمحوا لي. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بمواقف كثيرة جدا جدا وكانت أفظع المواقف، هو النبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل كان يعني بيشق على النبي ليه؟ لشخص النبي، ولا حتى نتعلم عندما نوضع في موقف مشابه أن يكون قدوتنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لينا في هذا الموقف فعل كذا، فأنا لو فعلت كذا لا 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 لسلكت سلوك رسول الله وتبعاته، اللي هي الصلح خير. فكرة الصلح خير اللي هي أغنية، دي آية في القرآن، والصلح خير، خير في كل، أنا بقول كل تبعاته،
حتى في الجزئيه اللي ممكن تشوفيها انها ازاي تسامح في حاجه زي كده. لا هي انسانه بقى، يعني اسمحوا لي استخدم في التعبير ده بسمعه كتير، هي انسانه مهزقه بقى، يعني انسانه عايزه يجي عليها، انسانه عايزه حد يبقى على طول ظالمها. انسانه هي ليه مسامحه كده؟ هي عايشه كده ليه؟ وتبصيها تلاقيها احسن نفسيه من يلومها. ليه؟ لانها هي حطت نفسها في هذا القالب اللي هو في الجو الكتير بعيد عن اي ضغوط او عن اي الافكار اللي هي اللي دائما بتيجي للانسان المظلوم على فكره، انه يقعد لوحده او يقعد في ضلمه او مش عارفه ايه، يتجنب الناس او تبعاتها كثيره جدا. الفكره اللي انا عايزه اقولها، نفس الانسان المظلوم ده على فكره في مواقف كثيره جدا بيكون ظالم يا جماعه. يعني احنا كم من المتناقضات احنا كبشر، انا ممكن النهارده اتظلمت. بتقولي لكن يا فيروز الشخص ده بيكون ظالم؟ ايوه. يعني بمعنى ايه تقصدي؟ مش فاهمه. بمعنى ان انت ممكن ترتكبي اشياء تظلمي بها غيرك، قد تعلميها او قد لا تعلميها. فاذا انت الشخص اللي بيتعرض لظلم كتير يا فيروز ما بيقدرش يكون ظالم اصلا، خلي بالك. ما لانه ما معنى الظلم يا له يا علاقة اصلا بطبيعه شخصيته، لان شخصيته لما انت هنا مصنفه الظلم في ذهنك واخده عليه صوره ذهنيه. انا بتكلم ممكن مش واخده، مش مصنفه موضوع مش مصنفه. اسمحي لي يا فيروز، ان الشخص اللي بيتعرض للظلم مرارا وتكرارا كتير اصلا ما بيبقاش عنده القدره انه يقدر يظلم، لان في جزء من شخصيته فيها ضعف اساسا. فعشان كده غيرهم بيظلموه كتير. لا هي دي النقطه دي انا مختلفه معاكي لا فيها. بس مو شرط، بس مطلوب من الجميع عموما انه يحاسب نفسه قبل ان يحاسب. بالضبط. بكل الاحوال مطلوب من الجميع سواء انا او غيري. يعني بالعكس في بعض الاحيان ممكن يكون لاني انا ظلمت فبصير بسال نفسي طيب ماذا لو ظلمت. فبالتالي ممكن واحدة من الأمور اللي أنا أتعلمها أني ما أظلم لأني شعرت بإحساس المظلوم. أو طب ممكن أنت اللي أو الجزئية أقل شيء ما يعنيش النية المبيحة للظلم. ما هو الظلم أشكال كثيرة جدا. صح يا جماعة. صح. أنت ممكن تظلميني في كلمة من غير ما تدري. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ممكن كلمة لا يلقي لها بال تلقي يقذف بها في سبعين خريفة لا يلقى لها بال، يعني مش مدرك ان الكلمة دي أذت الشخص. بس أنا كلامي يا فيروز عن الشخص الظالم مع يعني سبق الإصرار والترصد زي ما خدناها كده في الجامعة في حقوق. لا ده سبق الإصرار. الإنسان اللي بيظلم مرارا وتكرارا وعارف هو بيعمل إيه كويس وبيرتب لظلمه، فالشخص المتلقي بقى المظلوم اللي بيقع عليه الظلم بنفس الطريقة كل مرة ده ما يقدرش اصلا يعمل ربع اللي الظالم ده بيعمله فيه. ما تسمعيش افلام عربي خالص. ده هي مرحله الانتقام بتيجي بعد ما هو ده يتعرض لظلم ظلم فيجي بقى ينتقم. كتر الضغط بيولد الانفجار. ولكن في فين عشان بعد ما لازم نحاسب الظالم؟ لانه الظلم ظلمات. هو هذا معنى انه الظلم ظلمات، انه كثر الظلمه خلت الظلم حيزود الظلم، لانه هذا واقع النفس البشريه. صحيح. طب يعني الاستاذه غضون هو فعلا شوف لأدرجة هو الذنب واصل معه وصول. لذلك نحن دائما بنقول اختار معاركك، يعني انت تختار المعركة اللي هي بتستاهل منك انك انت تقف وتنظر فيها. الكلام اللي تفضلتي فيه أستاذة فيروز كلام جميل جدا، اني انا اتسامح حتى اقدر تمشي الحياة وما اقف عند كل موقف. وغلط اصلا انك تقف عند كل موقف. لو كل ما شخص سمع كلام او كذا حيقف فهو ما راح يستمر بمسيرته يعني نحو يعني الامام او حاطط بباله هدف. كثير من الاحيان يعني لك انا بختار معاركي. انا مو معقول كل ما اسمع حدا حكى يعني حكيتي عني كلمة ظلمتيني، لو بتهميني ممكن واقف اسألك او هي. لو ما بتهميني امشي. فاختار معاركك. يعني لما نحن الان فتحنا موضوع الظلم، نحن فتحنا الان قوس كتير كبير. يعني في فرق بين انا متى اسامح، في حقوق، في امور يعني فوق ارادتي فوق طاقتي غلط اني سامح فيها، وفي موقف مر كلمه موقف انتهى الموضوع. امتى انا بطلب من الشخص انك انت لازم تسامح؟ احيانا حتى نحن مثل ما وسعنا كلمه الظلم، كمان مرور الوقت يعني في امور مرت انتهت. انت انظلمتي بعد من قبل مثلا والدك او حتى مثلا مجتمع او موقف ما صار معك من سنوات انتهى. الان حزنك عليه ما راح يفيد، ما راح يقدم وراح ياخر، الا انه انت لازم تسامحي حتى ترتاحي. يعني انك كيف ترتاحي؟ يعني دائما لك المرتبه الاولى التسامح، فليعفوا وليصفحوا الا يحب ان يغفر الله لكم. فانت الكسبان، هذا استثمار يعني مع الله عز وجل.
فهل أنا عندي قدرة إني أسامح؟ فأنا لو كنت فعلا عندي القدرة وأسعى إني أكون بهذا المكان، لكن لو ما كان عندي القدرة فأنا لازم أتجاوز. كيف بدي أتجاوز؟ ليش مطلوب مني أتجاوز الموضوع؟ لأنه أنا بدي أعيش حياة طبيعية، ما بدي يعني حياتي، الوضع النفسي عندي صار مسبب لك أحيانا. أنا عن جد ناس ممكن تكون بالخمسينات هي عم تذكر مواقف مرت معها بالعشرينات وما قبل، هي ما زالت متأثرة. فأنا هون بدي أعرف كيف أتعامل. فهون الظلم وقع بفترة انتهت، ما عاد يفيد الآن. أم هل الظلم هو مستمر؟ حتى موضوع أنه موقف وفلان رجع تكرر، عمر بن الخطاب كان يقول ومقولة يعني أنا بشوفها هي منهج حياة، لست بالخبي ولا الخبي يخدعني. أنا ما إنسان متغافل أو إنسان طيوب بالصورة. أو نحن منفكر دائما أنه الإنسان المتسامح هو إنسان ساذج، أو اللي بي يعني لما منشوف مثلا فلانة قالوا لها كذا بتقلك حسبي الله ونعم الوكيل، نحن منعتبرها بيعتبرها المجتمع إنسانة ساذجة. هاي ما في مشكلة. نقطة الناس اللي يعني بتضغط بقوة جدا على الشخص اللي متعرض لظلم علشان انه يسامح، او لو هو عايز يرد مظلمته دي فدايما يقولوا له لا خليك انت الاحسن واوعى ترد له اي حاجة. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ان جزاء السيئة ايه؟ سيئة مثلها. ولما جمع علماء التفسير فسروا الآية دي قالوا إن سيئة الأولى دي معناها إنها جرم حصل من فاعلها ساءت الشخص اللي وقعت عليه، فبالتالي هي ظلمته. لكن سيئة التانية هي عقاب وقع على الشخص الأول اللي عمل السيئة فتعامل وعوقب بحاجة ساءت ليه وأدبته. وقالوا صحيح إن اللفظ الاثنين اللفظتين بنفس الشكل، شكل اللغوي، ولكن في معناهم مختلف. وده يخلينا نقول إيه؟ إن مثلا إن حد ظلمني في حاجة معينة، حتى أنا قرأت في تفسيرها وقعدوا يذكروا بعض الأمثلة. مثلا حد خد فلوسي ومبلغ كبير وعينه في شقة ومش راضي يديني فلوسي دي خالص، وأنا عرفت مكان الفلوس فين، فأنا من حقي إن أنا أروح أكسر الشقة دي وأفتح الباب وأكسره، أو أكسر المكتب ده وأخد حقي وأخد فلوسي. البعض هيقول طب ما انت كده أسأت له. لا، انا مش أسأت له، انا رحت خدت حقي المختصب اللي هو خده مني. وهنا في نص الآية ان الاول، هو طبعا الاول كده تعرض لحاجة أسأته انه الباب الشقة اتكسر او المكتب اتكسر، فدي إساءة. لكن هي عند الله سبحانه وتعالى انا ما عملتش فيه إساءة، هو عوقب بالظلم اللي هو وقعوا عليا وعملوا فيا، وما فيش مقارنة ما بين اللي هو عمله، هو اختصب حقي أصلا وأنا رايح أخد حقي. فالناس اللي تقول لك إيه، اتشتم وقول اللهم إني تصدقت بعرضي، فلوسك تتاخد منك قول حسبي الله ونعم الوكيل ويا رب عوضني خير، ما تعملش حاجة ومش عايزين مشاكل، ابنك يتضرب في المدرسة وبالمصري كده بين قوسين يا فيروز يتعجن، ماشي يتعجن عجنة زي الخبيث كده لما بنعجنه، ويرجع تقولي له ايه خليك انت حبيبي احسن منه وطبطب عليه، انت عند ربنا احسن، واللي يضربك ويعجنك في المدرسة سيبه وتعالى لي متشرح كل يوم كده عادي جدا. هو أنا كده هربي ولادي على تسامح، ولا هربي ولادي على خنوع وضعف ومزلة؟ طب يعني أنا، طب أنا هقول جهل بالدين وجهل جدا بالدين. الدين ما بيقولش إن أنا أربي ولادي على كده ولا إن أنا أعلمهم كده. طب يا ندى، أنت بقى أنت جاية تقول لنا النهاردة قولي لابنك اللي يضربك يضربه زي ما بيطلعوا، ويجي بقى إيه إما هو فاقع عين صاحبه والتاني كسر دراعه وبعدين هي دي مدرسة؟ لا، أنا مش هقول له كده، أنا هقول له اللي يعتادي عليك الله سبحانه وتعالى إيه؟ لما قال لما حد يعتدي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. بس أنا هعمل إيه؟ أنا هوقف الاعتداء ده، أنا مش هسيبه يفضل يلطش فيا وأنا هفضل ملطشة وابني وبنتي هيفضل ملطشة بحجة التسامح أبدا. بالعكس، أنا ممكن أقسم هنا إن أنا سايبة ابني ومش فاهماه ومش معلماه إزاي يحافظ على نفسه، وكده بيعرض نفسه للتهلكة. وقف اللي بيحصل لك ده من الأذى الشديد، ما قدرتش توقفه وده فضل يكرر معاك الإيذاء ده بدل المرة أكتر من مرة، أروح لأكبر حد في المدرسة، أروح للمدرس، أروح للمدير، أروح لحد واشتكيله وأقوله ما عملش حاجة، تعالالي أنا بقى كأم أو كأب
اروح معاك المدرسه واخد لك حقك. طيب مش نادر. بمعنى بقى ان انا ايه هروح اخد لك حقك بالدراع ان انا هروح اكسره لكن لا انا هروح للمكان اللي مش عارف يقيم العدالة فيه ما بين الاثنين ويفهم ده تتعامل ازاي ويفهم ده تتسامح ازاي انا اروح افهمهم واقول لهم تخلوا الولاد يفهموا يعني ايه التسامح ويعني ايه حقوق وعدالة فعلا تكون بتربي الاخر. هي الفكرة اسراء هي الفكرة اللي ندى عايزة تقولها اللي هي ما قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. صح. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى اختصر كل احنا عايزين نقوله ده في هذه الجملة في ان القصاص هو حياة ازاي. يعني واحد موت يعني مثلا قتل واحد فحصل قتل اخر كنوع من انواع القصاص هل ده هيبقى حياة؟ ده الاثنين ماتوا نعم حياة لمن جاء بعدهم للي هيشوف تبعات الموقف ايه للي هيشوف ان ده القتل معناه قتل اخر فلا نستوب ما يحصلش ده ما ينفعش تعتدي عليه لان ربنا سبحانه وتعالى اداله هذه المساحة. لكن فكرة العنف ولا عنف الحقيقة عايزين بس نتوقف عندها وازاي انت قلت جملة جميلة جدا جدا انا هي دي اكتر جملة حبيتها اللي هي بتاعت اوقف الظلم بطريقة ما. انا عايز اقولك ان التسامح نفسه ممكن يوقف الظلم وانا بكلمك والله من منطق تجربة مش من منطق عبثي او رومانسي لا انا بتكلم من منطق تجربة وان انا في عام من الاعوام في 2018 تعرضت لظلما شديدا شديدا بمعنى شديدا وهو شديد يمكن على السيدة أكتر من الرجل اللي هي فكرة أن أنت تبص تلاقي القنوات المحلية المصرية كلها بتتكلم عنك في مهنتك وعيلتك وأسرتك وسمعتك وكل شيء بالأقلام المكتوبة وبالمناظر وبيجي ضيوف في حلقات بتحدثوا عنك فأنت بتقفي هنا وقفة صغيرة جدا. طيب أنا أكتر وقت بذلت فيه مجهود في مهنتي وبدأ النجاح الحقيقي فيه كان عام 2018 هو نفسه هذا العام الذي لم أتوقف فيه للحظة أني أسمع أو أشوف أو أحضر أي شيء مما يقال أو يكتب وبدأت حياتي المهنية تاخد شكل ومنحنى أدرس أكتر أفهم أكتر أجرب أكتر أعمل برامج أكتر أنجح أكتر في مهنتي وبدأ اسمي كإعلامية يكون أفضل بكتير من أي عام سابق. ليه؟ لأن أنا وصلت لمرحلة ان انا هتوقف هنا انا هقف هنا انا هقعد ابكي ولا اقعد ابرر ولا اقعد ادافع ولا اقعد لا انا هنطلق من نقطة الضعف دي سامحتي وتجاوزتي الموقف وتجاوزت حتى ان هذا الامر هل تجاوزتي ام سامحتي الاثنين في فرق الاثنين يعني انت ممكن تتجاوزي بس ما تسامحي فعلت الاثنين ما انا قلت لك التسامح بالنسبه لي مش هديه للاخر لا ده هديه لنفسي بس كيف ربى الاخر فيروز هون السؤال ما هو الاخر بعيد ومش هيفهمك غير لما بالمواقف وبعد شهرين ثلاثه لما لقاكي بتنجحي اكتر لا هو بقى بص لنفسه قال ايه طب دي ما بتبصش الكلام ده مش طيب كل النماذج بينطبق عليها مش كل النماذج بس انا بكلمك من مواقع تجربه اخرى بتقلب بالعكس الاطراف يعني انت ما دائما عندك قدره انك تفهمي الطرف الاخر غلطه. نعم. ان الله يدافع عن الذين امنوا فاحيانا سبحان الله يعني بيقول لك الجزاء من جنس العمل قد الانسان يظلم لكن لا يستطيع ان يرد لسبب ما ممكن عدم وصوله للشخص اللي ظلم او بسبب ظروف معينه لكن هو على يقين ان الجزاء من جنس العمل وانه الانسان الشيء زرعتيه اكيد انت رح تحصديه وهذا شيء انا بصراحه كحياتي بمسيره حياتي دائما ماني الشخص اللي دائما اقف بوجه الطرف الثاني وكذا احاول اني اتجاوز وسامح باللي وتجاوز وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما زاد الله عبدا بعفو الا رفعه فالتسامح ما هو ضعف لكن هناك اشخاص يعني انت غير قادره على انك توقفيهم مثل ما بقولوا عند حدهم او الموضوع اكبر منك او الامر هو يعني انت مثل ما تفضلتي شخص بعيد لكن أنا على يقين حتى ولو أني أنا ما وقفت معه تماما الله سبحانه وتعالى يعني الجزاء من جنس العمل والله في حاجات بالطيب الخاطر تمام يعني في حاجات كده يعني لما تلاقي اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون وتشعري أنهم فعلا لما يعني أبو بكر الصديق لما فعلوا هذا الظلم كان تحت أثر من الجهل ومش مدرك هو بيعمل أبو إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما عفى عن من تكلم في عرضه مع أنه كان يحسن إليه أنا لما بحلل هذا الموقف أجد أنه أبو بكر الصديق في منزلته ومكانته لما قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والله لو وزن
إيمان الأمة كلها في كفة وإيمان أبو بكر في كفة، رجحت كفة أبو بكر. يعني الإيمان القوي اللي الله سبحانه وتعالى عطايا دائما، يعني وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هو نظر لهذا الشخص المسيء أشفق عليه، هو شخص الله ما عطى، يعني في مكانتك شعورك بأنت المكان اللي الله سبحانه وتعالى عطاك إياه. أحيانا أنت لما بتشوفي إنسان جاهل بيغلط فيكي بتزعلي منه، بتقولي سبحان الله هو ثقافته هيك، يمكن أهله ربوه على هيك، ممكن يتعلم بعدين، ممكن يعني يصلوا الحق، ما بيهمك. لكن لما تجي يعني إذا أتت مذلتي من ناقص فهي شهادة بأني كامل. أنا رأيي أنه إحنا نفصل حقيقة بأنواع صح. الظلم، لأنه في ظلم لا يسكت عنه. إحنا يمكن الظلم اللي لابد أنه إحنا نأكد أنه لا يسكت عنه، قد تتجاوز بلحظات معينة لأنك مو قادر على الرد، لكن لا يسكت عنه، أكل حقوق العباد. صحيح. بصراحة لا يستحق الإنسان الذي يأكل حقوق العباد صحيح. أن يسامح. بدك تسامح أنت سامح، بس هو لا يستحق أن يسامح. الافتراء، الكذب والافتراء، افتراء بشتى أنواع الافتراء، خصوصا فيما يتعلق بالعرض أو حتى الكذب عليك بأي شكل من الأشكال، هذا يعد ظلم. أنا باعتقادي يعني هذول الصنفين يحق لك أن لا تسامح إطلاقا ولا تتجاوز. هلأ إذا ما قدرت أنك ترد، ممكن تتجاوز بس ما تسامح، ممكن أنك أنت مو شرط أنك تعمل أي خطوة انتقامية في حال ما كان عندك أي قدرة على الرد. هلأ إذا كان عندك قدرة على الرد، يفضل أنك أنت تربي الشخص اللي أمامك، في فرق بين الرد وبين دفع الظلم عن نفسي. بالضبط، أنك تدفع وتربي، يعني ممكن أنت تأخذ رد فعل يربي الشخص المقابل ويوقف عملية الظلم، وباعتقادي أنه هذا أعلى درجات الرد حقيقة وأنضجها في هذه المسألة. لكن ممكن أنك ما تقدر فما تسامح، لأنه هذا الظلم يمكن أن يمتد. لكن في مواقف، يعني أنت المواقف اللي صارت معك فيروز إذا وصلت، هذا نوع من أنواع الافتراء. أنت بتحكي أنه هو صدر عن جهل، لكن أنا وجهة نظري أنه طالما صدر من إعلاميين ومن قنوات إعلامية يشاهدها الملايين، ولا تفتري عليك وحدك، وإنما تفتري يعني على أي كان مستعدة كل أسبوع تمسك أي إنسان بتخليه مادة إعلامية وتطلع ترند عشان تجيب مشاهدات وتألف قصص، وهذا ديدا هذه القنوات الإعلامية بتألف قصص وتفتري وتكذب. لا، هذا ظلم حقيقة، ظلم ممتد، وفي له تبعات كثيرة جدا، منها إشغال كل العباد بما لا يفيد، منها إنك تجعل إنسان عذرا على المصطلح، لكن إحنا بنحكيها بالعامي علكة باللي بفم اللي بسوى واللي ما بسوى. ليه؟ بقى تشوفي لأي درجة صار في هذا الذنب البسيط، هو مش بسيط، لكن هذا الذنب اللي كان موجود في دائرة مغلقة لأي درجة بتد. لكن خليني أقول لك عشان أريحك، الكفر ذنب ولا لا؟ هل في ذنب أكتر من الكفر؟ هو الكفر عند رب العالمين من أعظم الدرجات، لكن متى رب العالمين يسامح؟ لما هذا الشخص يدرك أنه هو كان كافر ويسلم ويتشهد بالشهادتين ويعود إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر عن كفره. نعم، وهذا لكن إذا الظالم، نيجي لموضوع الظالم، لأنه الكفر طبعا هو أشد درجات الظلم حتى للنفس، لكن نيجي لموضوع الظالم، متى ممكن تسامحي؟ يعني في حال اللي أخذ حقك، متى ممكن تسامحيه؟ إذا شفتي إنه هو في درجة معينة هو تراجع عن هذا الأمر ورجع لك حقك، أو اعتذر بأي شكل من الأشكال. يعني شوفي، خليني أحكي لك عشان ما تفكري إنه أنا، يعني أنا في كتير من المواقف في الحياة بتجاوزها. أنا بالنسبة إلي مثلا يجي حدا يقول لي بني آدم حكى عليك، ما بيهمني، عقولتك إذا أتتني مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل، وأصلا هو مش موجود بحياتي، إيش ما يحكي يحكي، ما بيهمني. حتى اللي ممكن يفتري ما بيهمني. لكن أنا متى أقف عند الموضوع؟ لما بيكون في مواقف لا، الظلم فيها يمتد، هذه لا أقف عندها. يعني وخليني أقول لك من المواقف، أنا في مواقف مثلا أيام الجامعة صارت في حالة من الافتراء علي لما نزلت على انتخابات الجامعة. وبتعرف الطلاب بيكونوا في يعني أشد حالات الحماس. أيوة. وكنت أنا والطرف القصادي، الطرف اللي قصادي عشان يبني دعاية انتخابية له ويسوق لنفسه، بنى دعايته الانتخابية من خلال تشويه جزئي إلي، هم ما قدروا طبعا يشوهوا بشكل كامل، كان في إلي ناسي والناس عارفتني. لكن تشويه جزئي إلي، لكن هذا التشويه ليه صدر؟ صدر عن جهل مثل ما أنت بتحكي، وصدر عن سوء معرفة، هم أصلا ما كانوا يعرفوني. أنا تجاوزت عن الموقف، وسبحان الله مرت الأيام بالجامعة، بعض الشباب اللي من الطرف القصادي صار إنه في محاضرات تجمعنا. أيوه. هم في منهم ما كانوا يعرفوني إطلاقا، يعني حتى ما كان في محاضرات مشتركة، صار في محاضرات تجمعنا، في جروبات عمل تجمعنا، البعض منهم تعرف علي. أذكر في الجامعة في 2-3 من الشباب اللي كانوا
قادة للعملية الانتخابية اللي هي قصادي انه بالفعل اجوا واعتذروا. وانا تجاوزت يعني القصة راحت. ثم مرت السنوات بيجيني الشخص اللي كان مسؤول المشكلة الأصلية، الحملة الانتخابية اللي هو الأساسي ومسؤول عن الحملة الانتخابية واللي أشاع كثير من الأمور وأسألي بتمر السنين وأنا صرت إعلامية واواوا. هو كان صديق عندي على الفيسبوك أصلاً أيام الجامعة بس ما بنحكي عن بعض يعني تعرفي ممكن تكونين شو ده يعني مثال عندك من كزملاء جامعة ما لساتهم زملاء الجامعة عندي زملاء يعني أصدقاء على الفيسبوك. مرت الدنيا بيحكي لي إسراء أنا معلش يعني مرت سنوات طويلة كتير واضح طبعا سنوات أنا نسيت اسمه بصراحة يعني شوفي لأي درجة. بيبعث لي رسالة على الفيسبوك رسالة طويلة عريضة بيحكي لي إسراء أنا وجب أني أقدم لك الاعتذار عما فعلت. بيحكي لي فعلا أنا لما عرفتك بقول لي إحنا كبرنا كنا وقتها بفورة الشباب وأخطائنا كنا نخطئ عن جهل، الآن كبرنا ونضجنا وصرنا نعرف كيف نقرأ الشخص المقابل. بيحكي وأنا تعرفت عليك أكثر من خلال عملك وكتاباتك وما إلى ذلك فشعرت إنه حقك علي أن أعتذر لك إنه مش هاي الإنسان اللي بنغلط بحقها. أنا حتى بتذكر لما أنا قرأت المسج صفرت صراحة، أنا كنت ناسي تماما الموضوع ناسي اسمه شوفي لأي درجة كتير. ودي الفكرة لكن يعني صفنت أجاني الاعتذار. بس أنا وين بحكي لك أنا تجاوزت وسامحت بشو بمواقف لا تذكر ينفع يعني فيها ينفع فيها الظالم هو المتضرر يا ندى يعني خدي بالك هنا الظالم بيبقى متضرر من ظلمه ما بي يا جماعة النفس البشرية بيجي عليها وقت بتحاسب نفسها مهما كان. انتوا بيطلع رؤساء مستبدين جدا وعارفينهم في تصريحاتهم شوفوا كده وقعدوا تلاقيه قاعد يقول انا اللي هيحاسبني ربنا بس انا مش عارفة ايه انا هقف قدامنا ليه. هو طول النهار وطول الوقت حاسس بمنغصات هو دي حياة الظلم وإلا صح. ربنا سبحانه وتعالى عادل ولا لا طبعا الله عادل طبعا. فالظالم لا يذوق الراحة زي ما احنا فاهمين ان هو ظلم وخلاص ومرتاح على كده لا 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 طيب في نقطة شريعتنا فاتركوا الحيرة دي للظالم وجعلوا أنفسكم في فكرة في التسامح لنا بقى. هي بعض الظلمة بيبقوا مش حاسين أصلاً أن هم عملوا حاجة في اللي قدامهم وأنه ما فيش مشكلة هم تسببوا فيها. بس في نقطتين في غلطتين كبار جدا المظلوم بيقع فيهم وغالبا بيكونوا بدون قصد. النقطة الأولى إنه بيبقى موقف تعافيه عن إحساسه بالألم والظلم على الطرف الثاني إنه يا إما يجي يعتذر له أو إنه يدوق من اللي هو داقه. فلازم إن أنا مش هتعافى وإن أنا مش هبقى كويس خالص إلا لما أشوف الحاجتين دول. فدي نقطة يا جماعة بنقع فيها تمام ده خطأ مش توقف تعافيك على أي حاجة تقع للشخص اللي ظلمك. طيب النقطة الثانية اللي البعض بيقع فيها إنه يفضل يلف وسط الناس في كل المجالس يتكلم عن الظالم بسب وقصف وشتيمة وحاجات كتير سيئة جدا. الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بسوء من القول إلا من ظلم. والعلماء حطوا لها حدود. إيه الحدود دي؟ إن أنا لما أقعد في مجلس أتكلم عن المظلمة اللي أنا اتعرضت ليها بدون كذب بدون افتراء علشان ألم بقى ايه تعاطف وبتاع والكلام اللي احنا عارفينه ده واتكلم بحق وبعدل وبحيادية من غير ما اشتمه على الاطلاق خالص لان كده انت اصلا بتخسر مش بتكسب وان انا ابقى صادق في اللي انا بقوله. طب ليه هفضل اتكلم عن المظلمة دي؟ النقطة الاولى عشان الظالم ده يرتدع. ما أنا لو سبته وما قلتش عن المظلمة اللي هو عملها فيا هيعملها فيا النهاردة وفي فلانة بكرة فيروز بعده في إسراء في غصون مفيش حاجة. لكن لما يلاقي إن الموضوع انتشر وسط الناس وأنا مش بتكلم على إن إحنا منقول فضيحة أو نطلع نتكلم أو نسيء أو نتكلم بطريقة غير لائقة. الحدود اللي اتحطت في الكلام إلا من ظلم. أتكلم يا جماعة بقى عشان كلامي يبقى واضح عن مظلمتي 1 2 3 عمل فيا أخذ مني قال عني كلم عن أبويا قال 1 2 3 بحق الله زي ما بنقول وبتبقى طالب من الناس اللي موجودين يا جماعة أنا بشهدكوا على اللي اتعمل فيا. لكن هتطلع أصلا أنا مظلوم وتبدأ تغلط وتشتم أو ممكن تحط زي ما بنسميها كده التاتش بتاعك أو حبة البهارات علشان تطلع بشكل تاني انت كده بتخسر من حقك وبتخسر من تعاطف الناس معاك زي ما هي بيكبر منه. لا وبعدين ممكن هما بعد ما انت تمشي يقولوا والله بس اسلوبه مش كويس واضح كده ان في حاجة تانية ما يمكن مش مظلوم
اسلوبك السيء في اظهار المظلمه اللي انت تعرضت ليها ممكن يخسرك. انا حبيت حاجه انت قلتيها في مداخله سابقه. هو انا حباكي كلك على بعض. انت قلتي لي حبه كذا حاجه من اول بعد، بس انا حباكي على بعض. سلام يا حبيبتي. اللي هي الجزئيه الخاصه بالمتاجره مع الله على فكره يا جماعه، اصل اللي هي الموضوع مش في حاجة، في علاقة كده بين الإنسان وربنا سبحانه وتعالى. لما بيوصل لهذه العلاقة بيهون عليه كل شيء آخر، وبيقعد يقول يا رب عشانك حبيت ده، وعشانك ضغطت ده، لله وفي الله. أيوة. وعشانك الموقف ده حسامح فيه أتجاوز فيه رغم أنه كان قاسي عليا شوية، بس يا رب من أجلك. أنا طبعا لا أجبر حد، أنا بتكلم عن مثالية هذا التسامح وثماره بعد كده بيحصل في إيه. ده لا يعني ابدا ان انا اتوقف عند الاشياء الكبيره التي لا يجب ان تمر، والنبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولا انا في رسول الله اسوه حسنه. لما الثلاثه اللي خلفوا عن الغزوه جموا يطلبوا السماح، النبي صلى الله عليه وسلم حتى منع الصحابه انهم يردوا عليهم السلام. تخيلوا الرسول لا المسامح ده كله، والتسامح اللي كان في حياه النبي، وكان يجي له في وقت ان الكفار فعلوا فيه كل ما فعلوه، تكلموا عنه وعن الطلقاء في فتح مكه، يا نهار ابيض، كريم رجل كريم ابن اخ كريم، فذهبوا فانتم الطلقاء. ذهبوا فانتم الطلقاء، حاجه هم نفسهم استغربوها. هم نفسهم كانت بالنسبه لهم صدمه، صدمه التسامح على الاخر كبيره جدا. والله وبتكلم برضو من واقع تجربه. تمام. التسامح حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا شريعتنا يعني تدعونا دائما الى التسامح والمغفره والاحسان الى الاخر، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. أيوة. طبعا هي دائما احنا هي اخلاقنا، هذه لازم يعني افترض تكون أخلاق الإنسان المسلم الملتزم، لكن ما نخلط الأوراق مع بعض. مو لأنه أنا متسامح هناك حقوق الشريعة نفسها اللي أمرتنا أنه أو دفعتنا ورغبتنا بالتسامح والعفو، هي أيضا شريعة حقوق ومظالم. يعني الآن نحن بشريعتنا بنعرف أنه البنت بإمكانها ترفع دعوى على والدها في حال ظلمها ومنعها من الزواج. فهذا هي الأمور، يعني إحنا ما نخلط إنه كونه نحن دائما متسامحين، شريعتنا أمرت بالتسامح، لكن كمان أيضا يعني في مواقف نحن لابد إنه يعني ما يقع الظلم، ومن حقها إنه هي تروح عند القاضي وتشكو مظلمتها. الخلط الثاني اللي بيصير أحيانا بغضي للشخص لا يمنعه انه انا اعطي حقه. يعني مثلا لو الزوجين تفارقوا للطلاق، هو ممكن يكون في قلبه حقد عليها او كذا فيمنعها حقه. او احيانا انا شخص، هدول الناس مثلا ظلموا امي، ظلموا ابي، في حساسيه، لكن هذا لا يمنعهم حقهم. لما جاء رجل الى عمر بن الخطاب، هذا الرجل كان قتل أخو عمر بن الخطاب، فقال له يعني عمر كان رضي الله عنه يعني يكره مقابلته، فقال له أبغضك لي يمنعني حقي؟ أنا أنت بتكرهني، هي مشاعرك أنت حر فيها، لكن أنا حقي سأخذه يعني. فأكرهك لي يمنعني حقي. هون كمان كتير أحيانا بشوف أنا بصير خلط بالأوراق بين أنت ناس بتحب لبغضك إلهم قد تقعي بانك انت تظلميهم وما توصلين حقهم، وهي الامور يعني. لا، وفكره الله. المبالغه كمان، ان ممكن الظالم نفسه زي ما اسراء قالت بيجي يعتذر لك، فانت ممكن لا تقبلي اعتذاره في هذا الوقت. بقى هنا العفو عند المقدر، هو علم ظلمه وجاء معتذرا و و و و وفي ناس برضو بتعطي نظرة الاعتذار. انت شخص مهما كان عامل فيكي دائما نظرته، يعني نظرة الاعتذار بعينه لما بتشوفي الندم او هي بتعطيكي فورا حبة مسكن، مثل انه انا فعلا اعترف اني انا اخطأت. يعني انا لو كنت ظلمتك، الغضب اللي جوايا لو كان مهما عملت، يعني لما مجرد انا اقول لك والله يا فيروز حقك علي، انا فعلا غلط، خلاص. أيوة. انتهى انت بالنسبه لك الموضوع. لكن بالعكس كمان لو كنت شفتي دائما هذا الشخص المتجبر والظالم، هو يعني دائما بالعكس لساته مصر على موقفه. طبعا حابه بس ذكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، المتسامح والسماح مثل ما تفضلتي هو دواء لي مو للآخر. أنا إذا سامحته مو معناها أنه الله سبحانه وتعالى ما رح يحاسبه، سيعفو الله عز وجل عنه، لكن هو كمان لازم أنه يرجع الحق ويتوب. أنا فرضا أخذ انسرق مني مال فأنا سامحت، هل الله سبحانه وتعالى سيسامحه لأني أنا؟ لا، هو سينال جزاؤه. لكن أنا أسامح من أجل نفسي، نفسي تستحق. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال يمر الآن رجل من أهل الجنة، وهذا الشخص يعني حتى ما أخذ وقتكم بشرح
تفاصيل الحديث لما سألوه الصحابة أنت من أهل الجنة ما بنشوفك أكثر ولا صيام ولا صلاة. صحابي قاعد معاه 3 أيام في البيت يتابعوا ويراقبوا بيعمل فيهم إيه. فقال لا يعني لست أكثر منكم لا صلاة ولا صيام غير أني لا أبات وفي قلبي أو في صدري لأي شخص المسلم. أتصدق بعرضي يعني على من تكلم أتصدق يعني على من تكلم علي. هذه التي بلغت بها ونحن لا نطيق. وللأسف يعني يعني قد يشتهي. هل التسامح يستاهل؟ يستاهل بعد كل الكلام اللي احنا قلناه ده ومقدرتنا وكل الكلام الجميل اللي احنا اتكلمنا فيه. هو يستاهل ان انا اضغط على نفسي؟ الحقيقه يستاهل لانه علشان نفسي. هي علشان هي نفسي. على حسب طبعا الموقف لكن اخره ايه؟ الجنة. يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وكل مختصين علم النفس قالوا إيه؟ إن التسامح أخره لما أنت خلاص تكون تسامحت تماما أنت الكسبان لأن أنت هتعيش في راحة نفسية.